عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. ولقيت المحل اللي هتفتحه بوتيك؟ لقيت الحق يا عم لسه، بس في ناس حبايبي كده زي حضرتك مديني كلمة. دعواتك يا حاج. اشمعنى يعني حكاية البوتيك دي اللي انت مصمم عليها؟ كاري ومهنتي لا مؤاخذة. كارك دي ولا مؤاخذة بقى، كار اللي ملهش كار. خلاص يا معلم، عاد قول للرجالة شاونوها. شوف يا فتحي، كلامك أوامر يا عم. أبوك كان من أعز أصحابي، الله يرحمه. شامم ريحته في نفسك يا عم، ربنا يديكم طول عمر يا رب. أكيها بنتي دي هي اللي طلعت بيها من الدنيا. ما طلعتش بيدك فاضي يا عم لا مؤاخذة، نعمل الأصل والأخلاق. يا واد افهمني بقى وبلاش الألباندا بتاع زي دي. ابن الحرام مش هو بس اللي أمه غلطت فيه، العيل كمان اللي بيدخل جوفه لقمة حرام بيطلع راخر ابن حرام. ربنا يكفينا شر الحرام. الكلمة دي بقى هي مهر بنتي. نعم. أنا يوم ما أدي بنت الواحد ما أطلبش منه غير الكلمة دي، يكفيها ويكفي ولادها شر اللقمة الحرام. أنا ما أتمناش أكتر من كده. وأنا وعدك يا عم. لا، وعد بالكلام كده منفعش.